اعطى الراي الى الاكبر ها، واذا به يخرج رايه اخرى فلها وهزها سوف يأتي إليك، وإذا بالباب تطرق من فتح الباب؟ قال من أنت؟ قال أنا رسول من الحسين، جئتك برسالة خطية منصوصة خاصة إليك يا حبيب. أخذ الراخب الرسالة ما أن فتحا وإذا به يجد مكتوبا فيها: يا حبيب، أنا الحسين بن فاطمة، أنا في أرض كربلاء قد حوصر وحيدا مع بعض أنصاري وأهل بيتي وحرمي. يا حبيب لا تقصر عن نصرتنا، لا تبخل بنفسك علينا، وإذا بحبيب تتحادر دموعه وصاح لبيك يا حسين. فك الكتاب ودمعة تجري بالخلوق، حط على راسه وصاح بقلب ممرود: لبيك لبيك يا ابن المصطفى يا سر الوجود. نعم فرحت زوجة حبيب فرحا شديد أن هذه رسالة خطية لنا، يطلب فيها لحبيب أن يمضي لنصرة الحسين، ولكن أقبل وفد من عمومة حبيب المبارك. فجلسوا عنده، أخذوا يشاورونه في أمر الإمام الحسين. قالوا له: يا حبيب، هل جاءتك رسالة كأنما؟ فقال: أنا شيخ كبير. قال بعضهم لبعض: ما لنا والدخول بين السلاطين؟ ف
فلم يبد حبيب لم يبدي خروجه لهم إلى أرض كربلاء لنصرة سيد الشهداء. ثم خرجوا من عنده مطمئنين أنه لن يخرج من الكوفة إلى كربلاء. وإذا به لما دخل الدار يجد زوجته الشيعية الجعفرية تقف في وجه حبيب. حبيب ما الذي سمع؟ هل تتقاعس عن نصرة الحسين؟ لما لا تريد أن تخرج لنصرته؟ قال أمت الله أخاف أن تهدم داري، تسلب أموالي، تسجن عيالي. بكت صاحت وأين خدري وجلال من جلالي من خدري وجلال الحوراء زينب؟ فلتهدم دارنا، تسلب أموالنا ولنعتقل. تقول له حبيب لما لا تمضي لنصرته؟ يدعوك ابن فاطمة ابن سيدة النساء. قال لها أخاف أن ترملين. قالت ليكن ما يكون، ولا تدع نصرته. فجاءت له لمحاولة أخرى، قالت له كنت في المنام ورأيت سيدة النساء تقول لي أخبري حبيب، قولي له أن يخضب لحيته. قولي لحبيب اليوم ينصر للشهيد حسين، قولي لحبيب اليوم ينصر للشهيد حسين. حسن يا ولادي عليكم دايب فاضي، عليكم دايب فاضي. وهو يتصفح
عليها ولا اختبرها. فلما يئست مين اخذت مقنعتها والقتها امام حبيب وتوجهت مخاطبه الى الحسين: هذا عبد الله يا ابن فاطمه، ليت القتال على النساء لجئت الى نصرتك. وظلت تنخي وتخمش لنخدر حبيب. يقبل الحسين يضمه يشمه وهو يبكي: أبا عبد الله روحي فداك. ارتفعت الأصوات في الترحيب، وإذا بالحوراء زينب تسمع أصوات الرجال في الترحيب. قالت: بني علي، ما الذي يجري؟ قالت له، قال لها: نعم حبيب، عمنا حبيب قد أقبل نصرتنا. قالت له: بني أمض إليه، قل له أن ابنة أمير المؤمنين فاطمة عقيلة الطالب يسلم عليك. تقول لي: بني علي ذكرني بأبويا علي، هذا كان ما يفارق أبي حبيبا وهو من أهل البصيرة. أمض اقرأ السلام. أقبل علي الأكبر دنا من حبيب مباهر، أبلغه سلام العقيلة، وإذا به يجثو على التراب ويأخذ منه ويحضر على رأسه ويقول: من أنا حتى تسلم علي عقيلة طالبي؟ أنا من أنا من يا
دمهم نزل وينص الكتاب، اي وبحقهم نزل وينا يا نص الكتاب. حوالي انا تسلمي علي، انا خادم خادم الكم، انا وعبد نحسين وظل يلطم على راسه وعلى العين. سيدي مولاي ابا عبد الله، اتأذن لي ان اسلم على بنات الرسالة؟ أذن له الحسين قاموا مشوا حافل أقدام، قاموا مشوا حافل أقدام، وبدأ خضوع وانحنى وقام وناس سلام عليكم يا هل الأخيار. زينب وعد صوت الحديث يا ناصر حسين وحبيب، معظم مصيبتنا مصيبة. السلام عليكم يا بنات الرسالة، السلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب. لوجهك لما تركبيه على الجمل الطالع، يسار بك من بلد الى بلد، ورأس الحسين على السنان امامه. ارتفعت الصيحات والضجة من الخيام، وعليك السلام يا عم حبيبي، لا تقصر عن نصرة الحسين. قال والله ما جئت إلا نصرة، تركنا دورنا أموالنا من أجله. أقبل إلى الحسين، سيدي مولاي أنا إلي راية مدخرة من أبيك، أين رايتي؟ أخذها الحسين فلها نشرها هزها سلمها حبيبي. وإذا بحبيبي أخذ الراية بيده، أراد أن يعبر عن الولاء والحب. قال لي أنا عايف حياتي والوطن لجلك يا صندي، تشهد صنادي الحرب عند الحرب. هذه أبيات تحفظها ساعدها، ما تبنى عزة ولا نعيش بطاعتي زين، يا ابن الرسول طاعتك فرضا عليك، انت كلك جمال وبهاء، بهاء الله فيك يا ابا عبد الله. والله يا ابو السجاد ما فارق جمال،
إلا بقعة المجد الأثير. قامت قواعده بكل مبجل شهم النبيل. أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل. أنا ما عندي غير حسين وسيلة ولا قريب. جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. ترى حبيب حوابها حواب. أول ما تبغى تدخل على الإمام تشوف أول تبرعت منه تشوف أمامك حبيب المظهر. هذا معنى الشيخ خاف. اي نعم انا ما عندي غير حسين وسيلة ولا قريب. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. جيت ازور من هو اللي زرته من الذي جرى عليه. جيت ازور انشلع ثوبه مثلث حوله. جيت ازور اللي طلع قلبه بمثلث حرمله وانذبح ضامي وبل مرمي ولا حد غسله. ويلي وعاد بحوافر لعوجيه وبحوافر وبحوافر لعوجي ينطحن صدره بكربلة. جيت ازور حسين والله سجل اسمي يا حبيب. جيت ازور حسين والله سجل اسمي يا حبيب. جيت ازور اللي رجع متخضب بدم المهور. طلعت النسوان طلعت النسوان من سمعت صهيل من الخدر. ما الذي رأينا يا شعيب شافوا ابن الزهر متربع على سجل اسمي يا حبيب. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. جيت ازور اللي حل الرمضة بقى عاري السليم وانصب عليه العزاء وابجي على على ثغر المكسر بالقضي. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة. انصر الإسلام والمسلمين. حي حماة الدين. احفظ الحاضرين فردا فردا والمؤسسين. كفر عنا سيئاتنا اقض حوائجنا سهل مطالبنا
فك أسرانا ارض وربانا ارحم شهدائنا شافي مرضانا والمنظورين والفاتحة مع الصلوات.